مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم حلو كتير سهل وبسيطة. عندكم كوب سميد وكوب سكر، بدي اعمل هيدي الحلو انا وياكم. حلو جدا، رائعة وسهلة وحلو الطفولة. هيدي كل الاطفال اكلينا هن وصغار. بتعقد هيدي الحلو كتير كتير طيبة وبمكونات اسهل من هيك ما في، بمكونات متوفرة بكل بيت. هيدي الحلو شايفين منها شكلها بعقد. هيدي حلو الطفولة اسمها، كلنا اكلنا نحنا وصغار. بنغطى بجوز الهند. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بستعمل نص كوب سميد خشن. بنحط سميد خشن، السميد الناعم ما بينفع لهيدي الوصفة. نص كوب سكر، بخلطهم مع بعض ومنضيف 500 ملي مي، نص لتر مي. بحركهم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس غلى عنا الخليط واشتد بهيدا القوام، هلا بضيف ملعقة صغيرة مزهر. فينا نحط بلا المزهر موارد او فانيلا. كمان بضيف صبغة لون اصفر، انتو بتحطوا الصبغة اللي بتفضلوها. بحرك ليعطينا اللون المطلوب. هيدا اللون كتير رائع. الصبغة بتحطه شوي شوي عشان ما تعطي لون غامق. هلا بحطهم بالصينية. هلا ببلش بالطبقة التانية. كمان الطبقة التانية نص كوب سميد خشن، نص كوب سكر. بحركن شوي. ضيف 500 ملي مي، نص لتر مي. بحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. نفس الطريقة بنعمل. بس غلى عنا الخليط وصار بهيدا السماكة، هلا بحط ملعقة صغيرة مزهر. بستعمل مزهر، إذا استعملته لأول طبقة مزهر لازم للطبقة الثانية كمان تستعملوا مزهر. إذا فانيلا كمان نفس الشيء، وما ورد نفس الشيء للطبقة الأولى والثانية بتستعملوا نفس الشيء، مزهر أو ما ورد أو فانيلا. بحرك. هلأ بحط صبغة، رح حط صبغة لون زهر. حبات الزهر والأصفر بيعطوا شكل كتير حلو. إذا بعد بدي برجع بزيد للصبغة. رح حط بعد شوي. واو، هيدا اللون صار كتير رائع. هلأ بحطهم فوق الطبقة الصفرة. حطنا رواق. حطنا
بحطهم على جنب لا يبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبراد أقلها شي ساعة. هيدا الحلو بعد ما حطيتها ساعة بالبراد وصارت عنا بهيدا الشكل. هلأ بدنا نشوف كيف صارت بالضبط. بعملها بهيدا الشكل، بدي اقبعها على القزازي وطبها بالصحن. بهيدا الطريقة بنفوت الهواء بين الصينية وبين القطع. بنحطها بالصحن. شكلها رائع ولونها أروع. شايفين كتير روعة. وإذا حبينا فينا نقصها كمان على النص بهيدي الطريقة. بهيدا الشكل وبغطى بجوز الهند. شكلها ولونها كتير روعة طلع. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.